بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ما ذكرناه عن قيس بن عاصم رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، فيما ذكره عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، وقد روى عنه أثرا يقول فيه عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد أهل الوبر. ذكرنا قبل ذلك أن سيدنا قيس بن عاصم كان من الصحابة الذين أدركوا الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا قيس بن عاصم كان من أحلم الناس ومن أحكم الناس، وذكرنا شيئا من سيرته فيما ذكرناه عنه في اللقاء الأخير. ذكرنا من حلمه أنه لما جاءه خبر وفاة ولده وأنه قتل، وجيء بالمقتول وجيء بالقاتل وكان القاتل ابن أخيه، ما كان منه إلا أن أمر بدفن ولده ثم عاتب ابن أخيه وأرسل بدية ولده إلى أمه لأنها كانت امرأة غريبة عن قبيلتهم فكأنه يواسيها. وهذا حلم عجيب جدا، يعني قلما نجد مثله. وذكرنا من حكمته رحمه الله تعالى أنه حرم على نفسه الخمر في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، وذلك لما يترتب على شرب الخمر من مساوئ تسيء صاحبها حتى وإن كان من أكرم الناس. وذكرنا أنه سكر في ليلة فهم أن يقع على امرأة من محارمه، فلما قيل له في ذلك في اليوم الذي بعده شق عليه هذا وحرمها على نفسه، فقال ما قال: فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر صفات أخرى لقيس بن عاصم رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل. وذكرنا أن قيس بن عاصم ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم، أي في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العام بعام الوفود. جاءت الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب يبايعونه على الإسلام وعلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى والدخول في هذا الدين مع الركب المبارك الذين دخلوا فيه قبلهم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه: هذا سيد أهل الوبر. طبعا هذه شهادة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده سيد أهل الصحراء، سيد أهل الإبل، سيد أهل الغنم، سيد أهل الخيام، كل من يسكن في الصحراء. وأهل الوبر هم الذين يقابلون أهل الحضر، أهل الحضر هم الذين يسكنون المدن، وأهل الوبر هم الذين يسكنون البادية. فكون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سيد أهل الوبر، فهذا وصف كبير جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليصف سيدنا قيس بن عاصم بهذا الوصف من فراغ، فالسيادة لا تنال من فراغ، السيادة لا تنال من فراغ، وإنما تنال بالأعمال والأخلاق الطيبة، فيسود الرجل الناس بأخلاقه وأعماله الصالحة ولا يسود الناس بعصاه وإن سادهم، فهذا في الحقيقة ليس بسيد، إنما هو سيدهم قهرا وعنوة، لكن إن الناس يسودوا أحدا عليهم هذا يعني دون أن يقهرهم على ذلك، فهذا يدل على إيه؟ يدل على عظيم أخلاقه وأعماله الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد أهل الوبر، هذا سيد أهل الوبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا سيد أهل الوبر، إذن فيه خصال أهلته إلى أن يكون سيدا. ذكرنا من هذه الصفات من حلمه أو ما كان من حلمه رضي الله عنه، وذكرنا من هذه الصفات ما كان من حكمته. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكر من صفاته الكرم، هذه الصفة التي هي من أخص صفات أهل السيادة وأهل السؤدد. ولذلك قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. السيادة مش من فراغ، مش هتسود الناس والناس تقدمك عليهم وتعلي شأنك وأنت يعني لا تسير في حوائجهم،
وأنت لا تكون معهم في شدائدهم، وأنت لا تواسيهم بما أعطاك الله عز وجل من خير. السيادة ليست من فراغ. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وسأل بني سلمة من سيدكم، قالوا سيدنا الجد بن قيس على أننا نبخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. هم بيقولوا إحنا سيدنا مين، كبرنا مين؟ الجد بن قيس، ده إحنا الكبير بتاعنا، لكن إحنا بنتهم بالبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب كيف يكون سيدا وهو في نفس التوقيت بخيل، لا تجتمع السيادة مع عليه مع البخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، يعني كيف ترضون به سيدا لكم وفيه داء ليس بعده داء، اللي هو البخل. هو البخيل ده هيبخل بماله، هيبخل بوقته، هيبخل بجاهه، هيبخل بنصحه، هيبخل بكل شيء معه، لأن البخل لا يكون في المال فقط، إنما البخل يمتد إلى خصال الخير جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوأ من البخل، سيدكم عمرو بن الجموح. سود النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن الجموح عليهم. شوف، سيدنا عمرو بن الجموح كان من أكرم الناس، وكان من كرمه أنه أخذ على نفسه عهدا أنه كلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج هو متبرع بالوليمة من نفسه هدية منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الإيه؟ يدل على الكرم. فسيدنا عمرو بن الجموح سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني سلمة، لأن السيادة لا تجتمع مع البخل. فالشاهد من الكلام ده كله إيه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد أهل الوبر، وبما أن رسول الله قال هذا سيد أهل الوبر فلا بد أن تعلم أن من أخص صفات السيادة الإيه؟ الكرم، أن يكون الإنسان كريما، أن يكون السيد كريما، لا بد أن يكون كريما، فإن لم يكن كريما فلا يستحق السيادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة عندما قالوا له سيدنا الجد بن قيس على أننا نبخله، قال: وأي داء أدوأ من البخل، كأنه لم يرضى بهذه السيادة لأنها خالية من الإيه؟ من الكرم. وإذا كان السيد كريما فلا تسأل عن خيره وعن كرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سيد أهل الوبر. فقلت: يا رسول الله، سيدنا قيس حيحكي موقف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ سبحان الله يا أخي، شوف الإنسان الكريم بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال حتى يخرج نفسه من دائرة الحرج، يقول: ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إيه هي كمية الأموال التي إذا كانت عندي لا يكون علي حرج إن لم أنفق منها أو إن أنفقت منها شيئا قليلا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال أربعون. طبعا زمان كانت أموالهم متمثلة في إيه؟ في الرؤوس، في الإبل، في الأبقار، في الأغنام، في الماعز. فقال: نعم المال أربعون، أربعون رأس يعني، والأكثر ستون. ده نعم المال لا يشغل صاحبه ولا يحمله على البخل، يحس بالناس بالنسبة لزمانهم. احنا النهاردة الخمسين راس دي ولا ستين راس بفلوس ما شاء الله يعني. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال أربعون والأكثر ستون، وويل لأصحاب المئين. ويل لأصحاب المئين يعني الذي عنده المئين من رؤوس الماشية، ويل له. قال: إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول عنده 40 غنمة، عنده 60 غنمة، فهو مش هو ملياردير ولا مليونير ولا هو فقير، وسط، فيكون قريب من الفقراء وفي نفس التوقيت هو في يسار من أمره، فيستشعر بأحوال الناس فيصلهم بما ييسر الله سبحانه وتعالى له. قال: وويل لأصحاب المئين. أصحاب المئين دول اللي عندهم
ثروات طائلة اللي احنا بنسموهم حاليا مليارديرات مليونيرات مثلا، يعني هذا المستوى من الثراء ربما ما شعر صاحبه بالفقراء. ليه؟ لأن صاحب هذه الأموال غالبا لا يحتك بهذه الطبقة من الناس، فلا يشعر بهم ولا يدري ما أحوالهم، فلا يصلهم بما أعطاه الله عز وجل من خير، فأغلبهم يكون في غفلة عن حق الله عز وجل في ماله، وأغلبهم كلما زاد ثراؤه كلما زاد حرصه. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى لو أن له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب. يعني ابن آدم كلما كثرت أمواله كلما ازداد حرصا على زيادة المال. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أصحاب المئين قد يحملهم هذا المستوى من الثراء على أن يضنوا بالمال فلا ينفقوه، وده واقع مشاهد. إنه أن الناس أصحاب الثروات الكبيرة دي هي أحرص الناس على الدنيا وأكثر الناس خوفا من الفقر، سبحان الله، على الرغم أن أحدهم لو ظل ينفق من تركته إلى أن يموت وأنفق أولاده من بعده ما نفدت أمواله، ولكن سبحان الله الموضوع بيمشي عكس، كلما زادت الثروة كلما زاد الحرص عليها وزاد الإمساك عن الإنفاق. وده من صفات الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كأن الإنسان كلما أصاب من الخير الشيء الكثير، هذا غالب أحوال الناس، كلما أصاب من الخير الشيء الكثير كلما حمله ذلك على منع الإيه؟ على منع النفقة. السبب إيه؟ إنه بيخاف يعود إلى الفقر، بيتذكر أيام الفقر، فبدل ما يتذكر النعمة اللي هو فيها حاليا مقارنة بحاله قبل ذلك فيحمله هذا على العطاء، الموضوع بيكون معاه عكسي، فإذا تذكر فقره حمله ذلك على البخل والشح، خايف يعود إيه؟ خايف يعود فقير فيضن ويبخل بالمال. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أصحاب المئين قد تحملهم ثرواتهم الكبيرة على أن يبخلوا بالمال خوفا من الفقر أو انشغالا بأموالهم عن الفقراء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وويل لأصحاب المئين إلا، يعني أصحاب الثراء الكبير جدا، ويل لهم إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. معنى الألفاظ دي سنذكرها، ولكن المعنى الإجمالي إيه؟ المعنى الإجمالي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لأصحاب الأموال الكثيرة والثروات الطائلة من قلة الإنفاق، ويل لهم إن لم يتصدقوا من فضل ما آتاهم الله سبحانه وتعالى. ده المعنى الإجمالي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم رجل من أهل البادية فيخاطبه بلغة ماله، يخاطبه بلغة ماله، هي الأموال بتاعته عبارة عن إيه؟ عبارة عن رؤوس من الماشية، من الإبل ومن الغنم ومن الإيه؟ ومن الأبقار. فيقول: ويل لأصحاب المئين من الأبقار والأغنام والإبل إلا من أعطى الكريمة. إذا تصدق تصدق بالكريمة، أي الناقة الجميلة الطيبة أو الغنمة الجميلة الطيبة، فلا يتصدق بأخبث ما عنده، ما يروحش ينتقي من الغنم، واحد عنده المئين من الإبل فيروح ينتقي أسوأ واحدة فيهم، أضعف واحدة فيهم، يقول: يا أخي دي لله. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تذهب إلى أردأ مالك وتقول هذا سأخرجه لله، هذا من البخل ومن علامات مرض القلب بالبخل. فمن علامات الكرم أن الرجل إذا تصدق تصدق بأطيب ما عنده. خد بالك ده في الصدقة الإيه؟ في صدقة التطوع وليس في الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل
أحد أصحابه مصدقا أي جامعا الصدقات أي الزكوات، قال واتقي كرائم أموالهم، يعني لما تروح تاخد الزكاة من صاحب الإبل ما تروحش أنت على أفضل ناقة عنده وتقول له أيوة دي احنا عاوزينها لله دي الزكاة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، ما تروحش تاخد أفضل ما عنده للزكاة. ليه؟ لأن نفسه لن تطيب بذلك، وفي نفس التوقيت لا تذهب وتأخذ أردأ ما عنده لله، إنما تأخذ الإيه؟ الوسط. ده في إيه؟ في زكاة المال. طيب في الصدقة الحرة، في صدقة التطوع، الله عز وجل يحب منك أن تنفق من أطيب ما عندك. قال سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون. بس خد بالك هنا ربنا قال لن تنالوا الإيه؟ البر. البر دي منزلة عالية فيما بينك وبين الله، منزلة المحسنين. انت عاوز تروح لمنزلة المحسنين، وانت لما تروح تتصدق بتنتقي العرجاء والعمياء والجرباء، لا مش هتبلغ هذه الايه، مش هتبلغ هذه المنزلة. ذكرنا قبل ذلك حديث الرجل الذي تصدق بدرهم وتصدق آخر بمئة ألف درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل كان له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف درهم. مئة ألف درهم بالنسبة لواحد عنده 3-4 مليار، مئة ألف جنيه بالنسبة لواحد عنده 3-4 مليار هيمثلوا ايه؟ ما يمثلوش ثمن تليفونه. فلما يقول انا تصدقت بمئة ألف درهم او بمئة ألف جنيه، طب وانت المئة ألف ده يروحوا فين في المليارات اللي عندك؟ ولا شيء. هذا الآخر كان معه درهمان فتصدق بأحدهما، هو كده تصدق بإيه؟ بنصف ماله. فهنا النظرة إلى الكيفية وليس إلى الكم. هذا نصف ماله تصدق به لله. الثاني شيء يسير جدا لا يذكر بالنسبة لماله، فسبق هذا الدرهم المئة ألف إيه؟ المئة ألف درهم. فالشاهد من الكلام إن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى درجة الإحسان فيما بينه وبين الله لابد أن يعلم أنه لن ينال هذا إلا إن تصدق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه جاءه سائل في يوم فأمر له بإعطائه عنبا، فأمر له بإعطائه أي عنبا، أن قال لأهل بيتي أعطوه إيه؟ عنبا. فسألوه عن ذلك قال أنا أحب العنب، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون. شوف سيدنا عبد الله بن عمر عاوز يأخذ الآية من كل حتة، يعني هو يحب العنب ينفق من الإيه؟ ينفق من العنب، يحب مثلا شيء معين ينفق منه، عاوز يدخل في الآية وخلاص بأي شيء يدخله فيها. فهذا الرجل الذي يذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصحاب المئين ثم إنه يعطي الكريمة، هذا دلالة على كرمه. إذا تصدق لله لا ينتقي أردأ ما عنده، إنما يتصدق بأفضل ما عنده. هل واجب عليك أن أنت تطلع أفضل ما عندك؟ ليس واجبا، ولكن إن أردت أن تصل إلى منزلة الإحسان فلا بد أن تعلم أن منزلة الإحسان لا تدرك إلا بمثل هذا، إن أنت تتصدق مما تحب، تنفق من أطيب ما عندك. خد بالك أنا لا أتكلم عن الإيه؟ لا أتكلم عن الزكاة الواجبة، أنا أتكلم عن الصدقة الحرة. الزكاة الواجبة عرفنا إن السنة إن هي تؤخذ من أوسط الإيه؟ من أوسط المال. لكن الصدقة الحرة، صدقة التطوع، الصدقة النافلة، هذا أمر بينك وبين الله، قد تبلغ به أعلى الدرجات وقد تزل به في النار إن ساءت نيتك في الإنفاق، فأنت أمير نفسك فيه، أنت أمير نفسك فيه. مش احنا ذكرنا قبل ذلك أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم مين؟ واحد منفق، فلما بعثه الله عز وجل يوم القيامة عرفه نعمه فعرفها، يعني أعطيتك مال كذا وكذا وثروات كذا، والعبد يقول آه يا رب أعطيتني، قال فما عملت فيها؟ شوف العبد يقول إيه،
قال: ما تركت من باب تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. ما سبتش باب خير أنت يا رب تحب أن ينفق فيه إلا وضربت فيه بسهم واثنين وثلاثة. قال: كذبت، أنت كذاب، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد. أنت تصدقت في كل حتة، كل حتة الحاج فلاني بيدفع، في كل حتة الأستاذ الفلاني بيدفع، في كل حتة الدكتور الفلاني بيدفع، في كل حتة اسمه موجود. لكنه ما فعل ذلك لله، لكنه ما فعل ذلك إلا ليقال عنه ده من أكرم الناس، ده من أجود الناس. فيقول الله عز وجل له: وقد قيل، قد قيل، أنت كنت عاوز الناس يقولون فلان ده أكرم واحد، أو الناس إيه قالوا فلان ده أكرم واحد، خذوه إلى النار. هنا تصدق، هو صح تصدق، لكن لما ساءت النية وفسدت أرداه عمله في الهاوية، أرداه عمله في النار والعياذ بالله. فالصدقة الحرة، الصدقة النافلة، إما أن ترفع العبد وإما أن تجعله في أسفل سافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت إن أعطيت فأنت تعطي الكريمة، هذا يدل على إحسانك فيما بينك وبين الله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة. أعطى أي وهب، خلاص أنا وأعطيت، يعني أعطيت فلان شيء هو يتملكه الآن، خلاص ما عادش عاوزه منه تاني، ده اسمه الإيه؟ اسمه العطاء المطلق، الهبة، خلاص أنا أديت فلان لا أنتظر منه إرجاعا لهذا الذي أعطيته له. دي صورة من صور الخير، من صور الإحسان، من صور الكرم. في صورة تانية، قال: ومنح الغزيرة. المنحة هي الإعارة، هي الإيه؟ الإعارة. إن الرجل تكون عنده الإبل، أو تكون عنده الأبقار، أو تكون عنده الأغنام، فهو يتصدق ويعطي الناس أشياء لا ينتظر منهم إرجاعها. يعني إيه؟ يعني يدي الواحد غنمة فلا ينتظر أن تعود إليه، يدي الواحد ناقة فلا ينتظر أن تعود إليه، خلاص هو اديها له خلاص على سبيل التملك. لكن المنحة فهو يمنح أي يعير الناس من الإبل التي عنده، ومن الأبقار التي عنده، ومن الأغنام التي عنده، ما ينتفعون به، ما شاء الله أن ينتفعوا، ثم بعد ذلك يعيدون ما أخذوا له. يعني يقول له: خذ أنت هذه الناقة اشرب من ألبانها شهرا وبعد كده رجعها لي تاني، خذ أنت البقرة دي اشرب من ألبانها شهرا وبعد كده رجعها لي تاني، خذ أنت الغنمة دي اشرب من ألبانها شهرا وبعد كده رجعها لي تاني، ده اسمها إيه؟ المنحة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة، أي غزيرة الإيه؟ غزيرة اللبن. هو هنا ده نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التكافل، نوع من أنواع التكافل. إن أنت ممكن يكون عندك معدة، يكون عندك آلة، يكون عندك متاع من متاع البيت أنت لا تستخدمه، وأنت عارف إن في واحد صاحب ليك ممكن يستخدمه ينتفع به فترة من الزمن. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لك أعطه له بالكلية، لكن يمكنك أن تمنحه، تمنحه يعني إيه؟ يعني دي مثلا لفلان ده ينتفع به فترة بعد كده رجعه لك تاني. هذا من خصال الخير، هذه الخصلة من خصال الخير، إن أنت تتعلم كيف تكون محسنا. ما كده كده مركون عندك، طب ما تعطيها لحد ينتفع بها، طالما أنت واثق أن هذا الرجل أمين، أو أن هذه المرأة أمينة، إن كانت امرأة تريد أن تعطيها صديقة لها، يبقى أنت كده عملت إيه؟ أخذت أجرا وهو انتفع بها كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ومنح الغزيرة ونحر السمينة. نحر السمينة ده يدل على الإيه؟ على الإطعام. قال: فأكل وأطعم القانع والمعتر. أكل هو، لأن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لك اذبح ولا تأكل، لا، اذبح وكل مما أعطاك الله، ولكن لا تنسى الفقراء. قال: فأكل وأطعم القانع والمعتر. خد بالك القانع والمعتر دي، القانع والمعتر دي في سورة إيه؟ في سورة الحج. قال سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الإنسان المحتاج الذي يتعفف عن السؤال،
والمعتر هو الإنسان المحتاج الذي يسأل، يتعرض إلى الناس بالإيه؟ بالسؤال. شوف الكرم، هذا يذبح ويأكل ويعطي، طب هيعطي مين؟ طب المعتر، المعتر ده اللي هو المعترض ده، خلاص ما ده معروف، جاءه يسأله فأعطاه، لكنه من كرمه يعلم أن هناك فقراء لا يسألون، وأن هناك من يحتاج ولن يسأل، ولو ظلت حاجته ما بقي في الدنيا يبحث عن هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعطي الذي يسأله ويبحث عن الذي لا يسأل. ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. هو ده الايه؟ ده القانع، هو محتاج وانت تعلم ان به امور شديده في العيش، ولكن هو انسان عفيف لن يسال. تروح انت تعمل ايه؟ تقول اصل هو ما سالنيش. ياه، ما سالكش، هو انت مستنيه لما يسالك؟ كان احد الصالحين كان يقول لاخيه: يا اخي اذا كانت اليك حاجه فلا تطلبها مني، فقط اكتبها في رقعه، فإني أكره أن أرى ذل المسألة في وجهك. يا سبحان الله، شوف الأخلاق، بيقول له لما تكون لك شيء ما تروحش تسألني، تطلبه مني، تقول لي يا عم مبروك أنا عاوز كذا، لا تقل هذا، تعمل إيه؟ اكتبه، علشان أو حتى لا أرى في وجهك ذل الإيه؟ ذل المسألة. طب ده يدل على إيه؟ يدل على شدة الإحسان مع شدة الكرم. إنسان محسن لا يريد أن يحوج من يحتاج إلى أن يسأله. فالذي يبحث عن هؤلاء الذين تعففوا عن سؤال الناس، والله هذا يدل على إحسانه وكرمه، لأنه عارف أن دولت مش هيسأله، فيبحث هو عنهم، ينقب عنهم، ولا يقول كالذي يقول أصلا لا أصلا ما سألنيش، أصلا ما عرفنيش. طب مش كنت تعرفني؟ يعني أنت مش عارف؟ يعني أنت مش عارف؟ لا أنت عارف، بس أنت عامل نفسك مش من هنا. هذا ليس بكريم، الذي يفعل هذا ليس بكريم، والذي يفعل هذا ليس بمحسن. المحسن هو الذي يبادر إلى القانع الذي لا يسأل الناس، فيعطيه قبل أن يسأله، وهذا من علامات الإحسان. لغاية هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلم، صلى الله عليه وسلم قال: وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة. منح يعني إيه؟ أعارة، يعني إيه؟ الدهال على سبيل السلف يعني، وحيردها تاني. طبعا طبعا طبعا، المنحه من ضمن الصدقات طبعا، كل دي من اوجه الخير واوجه البر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الرجل الثري، علشان هو ثري جدا، ينبغي ان يضرب في ابواب الخير من كل وجه، في الاعطاء المطلق وفي الاعاره وفي الاطعام، يعني في كل باب من ابواب الخير يعطي، لانه صاحب يسار. صاحب يسار يعني ايه؟ صاحب فضل وصاحب مال. طب لو ده ما عملش كده، امال مين اللي هيعمل؟ الذي ليس معه الا ما يكفي قوت اهله، من سيفعل هذا ان لم يفعل اهل الثراء ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونحر السمينة، ما راحش نحر التعبان المريضة، ها نحر الايه؟ السمينة. ادخل يا ابني اذبح لنا المعزة التعبان عندنا، روح يا ابني اذبح لنا الخروف، الخروف اللي كان بيموت اول امبارح ده، اذبح لنا يا ابني الايه؟ اذبح لنا الشابة اللي عندها مرض دي، علشان ايه؟ يعني نستفاد منها قبل ان تموت. سبحان الله، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. قال صلى الله عليه وسلم: ونحر السمينة، ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. قلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق؟ يعني شوف، هو علشان إنسان كريم أعجب بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأخلاق دي، الرجل يعني يمنح الغزيرة ويعطي الكريمة ويذبح السمينة، هو كأنه تكيف من إيه؟ من كرم هذه الصفات. فقال: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق؟ هو يعلم أن هذه الصفات تتناسب مع صفاته، فهو عاوز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه هو من اهل الثراء. هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية حواره معه، قال: يا رسول الله،
ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله: نعم المال 40 والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة ونحر السمينة فأكل وأطعم القانع والمعتر. فهو لما شاف الثلاث أوصاف دول 40 و60 و100، صح؟ طب هو من أنهي فيهم؟ هو من المئين، فهو عاوز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو من أهل المئين، فكيف يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق؟ ثم قال له: إنه لا يحل بواد أنا فيه. يعني بيقول: يا رسول الله، أنا لما تكون الإبل بتاعتي والأبقار التي عندي والأغنام في واد لا يستطيع أحد أن ينزل هذا الوادي من كثرة نعمي. يا ربي، هو عاوز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه غني، مش غني بس، ده غني جدا 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 للصبح من كثرة غناه، ان هو لما بينزل الإبل بتاعته في وادي من الأودية او الأبقار في وادي من الأودية بيتملى الوادي، فلا يستطيع احد ان ينزل شيئا في هذا الوادي، لان هو ايه؟ اكتمل عن آخره بنعمه. فده مستوى من الغنى رهيب. يقول: انه لا يحل، يعني لا يستطيع احد ان ينزل في واد انا فيه. قال: من كثرة نعمي. يعني عايز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو فلوسه كتيرة جدا، طب يعمل فيها ايه؟ كأنه يستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه النصيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طيب انت غني هذا الغنى، طيب كيف تصنع بالعطية؟ اديك انت سمعت الكلام اهو. قال: خير المال 40 والأكثر 60، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى الكريمة ومنح الغزيرة وذبح السمينة. طب أنت بتقول أن أنت عندك أغنام وأبقار وإبل إذا نزلت في واد لم يستطع أحد أن ينزله من كثرة نعمك، طب بتعمل إيه في النفقات؟ بتعمل إيه في النفقات اللي عندك؟ إن قدر الله سبحانه وتعالى البقاء واللقاء، هنشوف سيدنا قيس بن عاصم كيف يتصرف فيما أعطاه الله عز وجل من هذه النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين.